أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية تنفيذ 74 فعالية متنوعة متخصصة بعمل السلطة التشريعية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الفصل التشريعي الخامس الحالي بإجمالي حضور 2870 مشاركا. هذا وحظي الفصل التشريعي الخامس بنمو كبير في عدد ونوعية وحجم المشاركة رغم ما يمر به العالم والبحرين من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث تم الاستفادة من تقنيات الاتصال عن بعد في تنفيذ الفعاليات للفئات المستهدفة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والموظفين ذوي العلاقة. وأكد المعهد مواصلة التعاون مع السلطة التشريعية والمجالس البلدية خلال الفترة المقبلة التزاما في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء مع تكييف تنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.